المئوية، وهذه التخفيضات يمكن أن تتفادى نفايات أو هدر 260 مليار طن مكعب من الغاز المحروق هدرا، وهذا يحرق في مختلف أنحاء العالم. هذا هدر، هذا يحرق، وهذا يعني حرق سلعة قيمة، وهذا الغاز يمكن بيعه. وتحدثت مؤخرا مع رئيس المكسيك، لو توقف احتراق الغاز توفر المكسيك 2 مليار دولار في السنة. هو كل هذا الغاز المحروق لو تمكنا من جمعه فهذا سيكون مكافئا لثالث أكبر منتج للنفط في العالم. إذن ونحن في حالة أزمة مناخية وأزمة في الطاقة، فإن معالجة الميثان أمر بديهي، ولكن البعض قرر خلاف ذلك. ينبغي أن نواصل الدفع إلى الأمام. الرئيس بايدن أصدر خطتنا المحدثة للميثان، و20 مليار للاستثمار في تخفيض الميثان. نحن جديون في هذا، وأفتخر إذ أقول اليوم إننا سنصدر إعلانا جديدا مع الاتحاد الأوروبي واليابان والنرويج وسنغافورة والمملكة المتحدة لنجمع كل مستوردي ومصدري الميثان الملتزمين بتخفيض الانبعاثات في النفط والغاز والفحم. وبهذا الإعلان نقول قد وحدنا صفوف الدول التي تشكل ثلث الإنتاج في الغاز ونصف مستوردي الغاز، وهذا يعني أننا سنتمكن من تخفيض الأثر على درجة الحرارة مع الإسراع في التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة، والمحاضرين الآخرين سيحدثونكم. شكرا الوزير كاري. أقدم المتحدثين بترتيبهم: وزير البيئة في ميكرونيسيا أندرو نيوتمان، ووزير البيئة وتغير المناخ في كندا سيفن ريبو، والمستشار القانوني في وزارة النفط والموارد المعدنية محمد جهر الشريف في الجزائر، والسكرتير الدائم للوزارة النيجيرية الفيدرالية لشؤون الخارجية السفير جابرييل أدودا. أدرو يترمن، هل لك أن تتفضل؟ شكرا جزيلا. شكرا لك وشكرا للوزير كاري. أصحاب السعادة سيداتي سادتي وأيها الأصدقاء، إن دول ميكرونيسيا الفيدرالية أو ولايات ميكرونيسيا الفيدرالية تتألف من سبع جزر رئيسية، وأكثرها ليست إلا على سطح المياه. وكما تعرفون وجودنا معرض للخطر بسبب ارتفاع الحرارة والقيظ والأعاصير يعرضاننا للخطر، خطر الانقراض، والخطر الذي يواجهه بلدي وخطر الذي يداهم كل الدول الجزرية هائل. لو تجاوز الاحترار درجة ونصف فقد ندخل دوامة من المفجعات، ليس فقط في بلداننا الجزرية بل في كل البلدان. وإزالة الكربون لا تكفي لإبطاء الاحترار، فمن الحيوي على المدى الطويل، هذا مهم على المدى الطويل، ولكن على المدى القصير ينبغي أن نوقف الملوثات الآن. وتخفيض انبعاث الميثان سينجينا، فنصف الاحترار يأتي من انبعاثات الميثان، وتخفيض هذه الانبعاثات حيوي وضروري لتفادي المخاطر المتمثلة في تجاوز الاحترار بدرجة ونصف. وفي العام الماضي ولايات ميكرونيسيا المتحدة انضمت إلى خطط تخفيض الميثان، وأدرجنا الميثان في مساهماتنا المحددة وطنيا التي انطلقت، أعلننا عنها عفوا يوم الاثنين، وتعهدنا بتخفيض انبعاثات الميثان بنسبة 65% بحلول 2040.
ومنذ شهرين تلقينا الدعم لتحضير خطة وطنية للميثان، وفي هذا المؤتمر علمنا أن المركز الدولي للميثان سيدعم الدول الجزرية لدعمها لتخفيض الميثان في قطاع الطاقة والزراعة و للكهرباء وإبعاد وتنظيف المدافن النفايات، وهذا له إيجابيات تدعم أهداف التنمية. ونحن وجيراننا في المحيط الهادي والدول الجزرية الأخرى نقوم بدورنا، ولكن مساهمتنا محدودة للغاية، والدول الرئيسية المنتجة للميثان ينبغي أن تقوم بدورها. ونحن نحيي الولايات المتحدة على مساهمتها في مجال تخفيض الميثان وما أعلنت عنه للتو، ونتطلع إلى التعرف على خطة الصين الوطنية بشأن الميثان لتكون قدوة للبلدان النامية. والعمل السريع في الدول الكبرى المنتجة للميثان أمر أساسي، وندعو كل الدول إلى أن تكون على مستوى التحدي، ونأمل أن تنضم كل الدول إلى هذه الحركة لتخفيض الميثان لتظل درجة 1.5 هدف في متناول اليد. نحن نرفض اليأس، لأن وجود شعبنا وجود أرضنا كل هذا يعتمد على استعدادنا لمواصلة المقاومة، ولا بد أن نضاعف جهودنا ليس بالكلام بل لاتخاذ إجراءات فعلية وعملية لتخفيض الانبعاثات لتكون أقارب النجاة للجميع. شكرا. Thank you so much. Thank you, Secretary Yettelman. شكرا لك سيدي. والآن الوزير جيجو. شكرا لجون، وشكرا للولايات المتحدة على تنظيم هذه الحلقة. أيها الزملاء، هناك سبل كثيرة لتحقيق ما نريده، ولكن الهدف واحد، وهو درجة الاحترار أو عدم تجاوز درجة ونصف في الاحترار، وأرخص طريقة لتحقيق ذلك تخفيض انبعاثات الميثان. كنت أتحدث مع أحدهم في هذا الأسبوع، قال إن العالم لو خفض الميثان بنسبة 30% بحلول 2030 سيكون مكافئا لكهرباء كل النقل في العالم. هذا يمكن تحقيقه، وهذا يمكن تحقيقه بحلول عام 2030، ولكن للأسف نرى الكثير من المناطق في العالم ما زالت انبعاثات الميثان فيها في تزايد. ولذلك في الإعلان المشترك بشأن انبعاثات الوقود الأحفوري للتصدي لانبعاثات الميثان من النفط والغاز في بلدان مثل بلادي أمر مهم، ولهذا فإن كندا أسعدها للغاية التوقيع على هذا الإعلان، وهذا مهم. نحن رابع أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، إذن هذه مسؤولية وهذا تحدي أيضا. وهناك ميزات أخرى، فهذا سيحسن بيئتنا، سيساعد على تحسين جودة الهواء، وهذا سيساعد على تخفيض مستوى الاحتراق لتفادي الهدر. وفي عالم نرى فيه مشاكل مستعصية، هذه المشكلة يمكن حلها. وكندا ملتزمة بتخفيض انبعاثات الميثان من قطاع النفط والغاز بنسبة 75% بعام 2030، وهذا أكثر الأهداف طموحا في أي بلد، وخاصة بلد منتج للنفط والغاز. إذن نحن حريصون على مواصلة القيام بدورنا مع شركائنا في الشمال والجنوب. شكرا جزيلا. Minister, thank you very much. شكرا. معالي الوزير، الكلمة الآن للسيد جعفر الشريف. معالي الوزير كيري، أود أن أشكرك على إعطاء هذه الفرصة لأحيطكم علما بجهودنا، جهود بلادنا فيما يتعلق بتسريع مطامحنا للتخفيف مع تعزيز الأمن في قطاع الطاقة. الجزائر تعاني من الآثار السلبية للتغير المناخي، وطبعا أقول هذا استنادا لعدد من تقارير الهيئة الحكومية الدولية للمناخ، إننا نواجه تحديات
من فيضانات واشتعال في الغابات وتراجع التنوع أو تراجع توفر الموارد المائية، وهذا يؤثر على الأمن الغذائي وسبل العيش. هناك عدد من المشاكل التي تتعلق بقدراتنا على التكيف للحد من أثر التغير المناخي ومن أجل تنويع اقتصاداتنا. نحن نسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس أهداف التنمية المستدامة، وبرغم هذه التحديات فإن الجزائر ملتزمة بالمساهمة بالجهود العالمية لتحقيق أهداف باريس على أساس المبادئ الدولية وعلى أساس قدراتنا المحلية. ونظرا لضيق الوقت سوف أركز على التدابير والإجراءات المتخذة فيما يتصل مباشرة بموضوع قيد النقاش. إن الحكومة الجزائرية اعتمدت استراتيجية بشأن قطاع النفط، الطاقة، على أساس الكفاءة في استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة إلى حد كبير وتخفيض استهلاك، والحكومة ملتزمة بضمان للسكان الجزائريين طاقة نظيفة وغير مكلفة. بالنسبة للتدابير المتخذة في قطاع النفط والغاز مثلا، مزيجنا يستند إلى الغاز الطبيعي، وأود أن أشدد على العناصر التالية: اعتماد برنامج طموح للطاقة المتجددة والكفاءة في الطاقة مع أكثر من 3000 ساعات من الشمس في السنة. نريد استخدام هذه الطاقة الكامنة لاقتصادنا وصناعاتنا وتنميتنا والمضي نحو الحياد الكربوني. منذ 2005 تم حظر الحرق بقانون المحروقات الذي صدر في 2019، وهذا سمح للجزائر بأن تكون من البلدان التي نجحت في تخفيض الانبعاثات في 2020 إلى حد بعيد. والنهوض بالوقود الأخضر بما في ذلك الغاز المسيل وتخفيض انبعاثات الميثان بالكشف المبكر والتصليح وفقا للمعايير الدولية المنطبقة في قطاع النفط والغاز، وتنفيذ خارطة طريق وطنية لتطوير قطاع الهيدروجين، كل هذا جاري على قدم وساق. هل يمكن أن تقرب الميكروفون من فمك من فضلك؟ سيداتي سادتي، الجزائر تقوم بدورها لتطوير نموذج جيد للطاقة بناء على الغاز لضمان الانتقال إلى اقتصاد محايد في الكربون وتحقيق التنمية المستدامة واستئصال الفقر. ولكننا نؤمن بأن هدف الدرجة والنصف يقتضي تحقيق مختلف أحكام الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس. لا يمكن الفصل بين الأحكام المختلفة مثل الدعم المالي والتقني لتعجيل التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة. شكرا. السفير أودن، شكرا سيدتي الميسرة. السيد كاري، وفقا لالتزام نيجيريا بتصفير الانبعاثات بحلول 2060، يسعدنا أن نعلن أن نيجيريا قد وقعت وعلى استعداد لإطلاق الخطوط التوجيهية لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع النفط والغاز من المصدر، بما يفصل المعايير والشروط للتخفيف
التخفيف في انبعاثات الميثان الهاربة من قطاع الغاز، وهذا يكمل أيضا أحكام خطة منع احتراق الغاز وهدره لعام 2018، وهذه الخطوط التوجيهية ستدعم السعي لتشغيل النفط والغاز بشكل مستدام بتخفيض الواقع الاجتماعي والبيئي بسبب الحرق وإصدار الانبعاثات بسبب التسرب والتصليح والكفاءة في الحرق وإنشاء نظام للإبلاغ والتحقق بالنسبة للميثان وغيرها من الانبعاثات الغازية من العمليات، وإنشاء بيئة ميسرة تسمح بالتطبيق القطري لعمليات الكشف عن التسرب ونقل التكنولوجيا والأخذ بخطط لإدارة غزارة الدفيئة وصافي الصفر في الهندسة. ونحن نشغل أيضا الامتثال الكامل لتدابير التخفيف من الميثان وفقا للخطوط التوجيهية، وهذا سيسمح بتحسين مستوى تخفيض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول 2031، وهذا في مساهماتنا المحددة وطنيا. شكرا شكرا. والآن أعيد الكلمة للوزير كاري، تفضل. أمل أن تنضموا إلي في الإعراب عن الامتنان لمديرة الحلقة الموحدة.